على عدم التقدم، على عدم التحرك قبل صافرة حكم المباراة. رفشان أرماتوف خلاص راح على الجهة، واحنا قلنا اللي اعصابه ما تتحمل ما يمكن يتابع، ما تابع 90 دقيقة واللي ما تابع 30 دقيقة اكيد ما عنده اعصاب الان. قلوب الجماهير راح شوية الان مع سيد محمد جعفر، لانه هو من يتصدى الى ركلة الترجيح الاولى في مشاهدة احمد ياسين. راح يختارنا على قرار زاوية معينة احمد ياسين، الركلة الاولى احمد ياسين وسيد محمد جعفر. احمد ياسين الله شالها، سيد محمد جعفر شالها وشال معاها القلوب البحرينية، شال الكرة الاولى وخلى المدرج يهتز مع اول كرة. احمد ياسين لعبها بشكل قوي لكن قراها سيد محمد جعفر على اول ركلة. اذا الكل يقيد، الكل يسيد احمد ياسين، اذا على علامة خطأ وركلة الترجيح الاولى ضاعت من احمد ياسين. محمد حسين، محمد حسين ركلة الترجيح الاولى نور صبري، محمد حسين شالها نور صبري، قال ما هو احسن مني. برافو برافو نور صبري، مثل ما هو برافو لسيد محمد جعفر. برافو يا نور صبري، هذه لعبة صبري، هذه لعبة صبري. ركلات الترجيح اللي كان ينتظرها وقراه، واحدة انصدت على اليسار واحدة انصدت على اليمين. محمد حسين ايضا بالعلامة الخاطئة بالاكس، اذا اضاع ركلة الترجيح الاولى واحدة لوحدة، واحدة لوحدة، وما في احد احسن من احد. تبقى النتيجة على التعادل الايجابي 1-1، لكن 0-0. يبدا الان برغام اللاعب البديل، برغام من اسماء الاسد، برغام امام سيد محمد جعفر، جول حطها على اليمين، جول، هدف عراقي من ركلة الترجيح الثانية، حطها على اليمين بالهدوء وضعها، حطها على هدوء كامل على يمين سيد محمد جعفر، قال له يا سيدي روح على اليسار وخلي الكرة تروح على اليمين. اذا برغام فوزي عايش، والجماهير كلها بصوت واحد، فوزي فوزي، الجماهير البحرينية كلها بصوت واحد، الفوز وفوزي باسم على مسمى كما يقول عليه البحرينيين، وبالتالي فوزي عايش على ركلة الترجيح الثانية. فوزي عايش بعد ما سجل برغام ركلة الترجيح، خطوات ياخذها فوزي عايش، يختار الزاوية، وصدقوني صبري اختار الزاوية، حطها في باله، راح على واحدة منهم، جول فوزي عايش، جول قوية، لعبها لعبها قوية، راح معاها صبري، قراها صبري، وليد سالم الظهير المدافع، وليد سالم جول، يا سلام يا سلام، لعبها بشكل جميل ورائع جدا، وقبلة ياخذها من المدرب، وتحية الجمهور العراقي. وليد سالم ياخذ الهدف ويسجل ركلة الترجيح للمنتخب العراقي. إذا لعب ثلاث ركلات ترجيحية العراق، والركلة الترجيحية الثالثة للمنتخب البحريني. المنتخب البحريني كل واحد من المنتخبين ضيع كرة. سيد ضياء، سيد ضياء يلعب ركلة الترجيح الثالثة، والله يا أخي أعصاب، يا أخي أعصاب، ما هو واحد قاعد يقدر، نسوا البرد، نسوا برودة الجو. سيد ضياء صاحب القدم اليسارية يختار زاوية، يختار على نور صبري، راحت جول قوية بالقوة تدخل. سيد ضياء نعم يضع علامة صح للمنتخب البحريني لركلة الترجيح، ويروح لسيد محمد جعفر ويقول له جاي دورك، ويجي يقول له دورك، وضعها في منتصف المرمى، لكن هو للمنتخب العراقي. يجي معاها يونس محمود الكبير، يونس محمود، وحكيم شاكر، وكل واحد وضع، ما بحد يطالع، ما حد داعي يطالع المرمى ابدا، يونس محمود، يا سلام، يا ولد يا ولد يا ولد، يا روعتك يا هدوءك يا ثقتك يا يونس محمود، يا لعبة الكبار.
يونس محمود يا عيني على الثقة الكبيرة وضعها بشق قائد الفريق، خلص اللي عليه، لعب الكرة الرابعة، نقطة الآن الترجيح الرابعة. المالوت اللاعب البديل عبد الوهاب، المالوت عبد الوهاب، المالوت الرابعة، الرابعة صبري، قلنا هي لعبة دور صبري، قلنا هي لعبة العراق. ركلات الترجيح اللي عادلتها في النسخة 20 الآن قربت للعراق، قربت لأسود الرافدين، وبالتالي يصل إلى ركلات الترجيح، شال الرابعة وياخذ علامة الخطأ معاه المالوت الخامسة. الآن نور صبري هو من يلعب، نور صبري هو يلعب الآن، نور صبري، لا لا همام طارق، همام ولا نور صبري؟